السلام عليكم، معكم سعيد من قناة ألفابيتس. في الفيديو السابق قمنا بتثبيت أداة نيت كات واستخدمناها في نقل الملفات بين جهازين على نفس الشبكة. في هذا الفيديو سنقوم بتوسعة هذه الطريقة لتشمل النقل عن بعد عبر الإنترنت. تابعوا. أولا، طريقة العمل. ببساطة يقوم المرسل بإرسال الاتصال إلى الراوتر الخاص بالمستقبل، ثم يقوم الراوتر بتوجيه الاتصال لجهاز المستقبل وليس لأي جهاز آخر على الشبكة، وسأريك كيفية ضبط الراوتر لتوجيه الاتصال، وسيكون المستقبل في انتظار الاتصال لنبدأ النقل. الآن سنقوم بشرح الأوامر التي استخدمناها في الفيديو الماضي ونستخدمها في هذا الفيديو، وهذا هو الأمر الذي نكتبه على جهاز المرسل. NC هي اختصار لنيتكات، يمكنك كتابة نيتكات بشكل كامل. IP وهو عنوان الجهاز سواء كان راوتر أو PC. Port هو المنفذ الذي سيذهب إليه الاتصال، يوجد أكثر من 65,000 port، يجب أن نختار واحد منهم. File وهو الملف الذي سيتم إرساله. يختلف الأمر قليلا على جهاز المستقبل، ما زلنا نستعمل نيتكات، لكن عندنا الآن خيارين أو مفتاحين. المفتاح L اختصار لليسن، معناه أنه المستقبل ينتظر الاتصال. الاختيار أو المفتاح P معناه الانتظار على منفذ معين، وهو المنفذ الذي يرسل عليه المرسل. الآن لنقوم بإعداد الراوتر، وهي العملية الأكثر حرجا وأهمية في هذا الفيديو، حيث سيقوم الراوتر بإعادة توجيه الاتصال من المرسل إلى المستقبل، وإذا فشل في القيام بذلك لن يصل الاتصال ولن يتم نقل الملفات أبدا. أما الخاصية التي سنستعملها في هذا الفيديو هي خاصية البورت فوروردينج أو البورت مابينج. مفاد هذه الخاصية هو أنه عند استلام اتصال خارجي من الإنترنت على منفذ معين، في حالتنا هو المنفذ الذي يرسل عليه المرسل، نقوم بتوجيه هذا الاتصال إلى جهاز معين على منفذ معين. في هذه الحالة سيكون لهذا الجهاز هو جهاز المستقبل، سنوجه الاتصال له خاصة دون أي جهاز آخر. الآن سأقوم بالإعداد على الراوتر الخاص بي. قد يختلف الراوتر الخاص بك قليلا لكن نفس الفكرة. نقوم بفتح متصفح الإنترنت، نذهب إلى صفحة الراوتر، على الأغلب سيكون هذا هو العنوان، ثم نقوم بتسجيل الدخول، ثم نذهب إلى بورت فوروردينج أو بورت مابينج. الآن تختار نوع الاتصال UDP و TCP. نحتاج الآن المنفذ الخارجي الذي سيأتي عليه الاتصال، Internal Host أو الجهاز الداخلي هو جهاز المستقبل. نقوم بفتح CMD، نكتب الأمر IP config، يظهر لنا العنوان الداخلي للمستقبل. هكذا نخبر الراوتر أنه سيقوم بتوجيه الاتصال إلى هذا المستقبل. الآن نكتب المنفذ الداخلي الذي سيتم الاستقبال عليه. الآن قم بتسمية القاعدة أي شيء تريده، أنا سأسميها نيتكات. بقي فقط أن نعرف ما هو عنوان الراوتر حتى نقوم بالإرسال عليه. فقط اذهب إلى المتصفح واكتب show my IP بهذه البساطة. إلى هنا ينتهي الفيديو. القادم هو عبارة عن تكرار للأوامر التي استخدمناها في الحلقة الماضية والتي شرحناها في أول هذا الفيديو. إذا أعجبك الفيديو ويعجبك ما نقدمه في القناة، يمكنك دائما الإعجاب والاشتراك ونشر الحلقة بين أصدقائك. إلى لقاء آخر، سلام.
خطوة تدفع خطوة، الماضي يفهم يطوى، أطفال تبني الدنيا أحلام، فيهم ينبوع الآتي، ضحكتهم نور حياتي، هم أهل الثقة الأغلى. أطفال عرفوا درب العلم سلاحا، شمسا وصباحا، حبا ونجاحا. أبطال الديجيتال ماضون يمضون.